الاهلي بقى، الاهلي النهارده ومش النهارده بس، مهما كان جيد ومهما كان بيتقدم سواء في بطوله افريقيا او حتى في الدوري، حتى لو طلع بشباك نظيفه تحس دايما انه في مشكله في دفاع النادي الاهلي. ان كل كوره على النادي الاهلي بتبدو كانها هجمه خطيره. الاسماعيلي، مازيمبي، الوداد، اي حد بيوصل لمنطقه نصف ملعب النادي الاهلي يشكل خطوره ما، حتى لو الاهلي بتالق حارس او بتوفيق بيطلع بشباك نظيفه في مشكله. ايه المشكله؟ لكن برغم كده كولر عمل كلين شيت كتير في بطوله افريقيا. بالظبط كده. وده كان الاهلي مفتقد دوات كتير جدا. بالظبط كده. وده اهم ما يميز كولر مع النادي الاهلي. انا قلت لك ايه؟ انه حتى مع كلين شيت انت تحس ان في مشكله. يمكن برضو خد بالك عدم ثبات الخط الخلفي عند النادي الاهلي فترات كتيره اثر عليهم، الانسجام مهم جدا، يعني كلهم كافراد كويسين جدا، لكن مين يلعب جنب مين دي برضو مهمه جدا، يعني ممكن اثنين يكونوا جيدين جدا لكن هما الاثنين مع بعض مش انسب حاجه، عشان كده دايما يتقال لك المدرب مش لازم يختار احسن 11 يلعبوا، هو محتاج يختار انسب 11 يلعبوا مع بعض. وانت بتختار اللعيبه ما ينفعش تختار منعم واحد زيه، لازم يعني الاثنين يكملوا بعض. صحيح. كمان بيبقى عندك بعض بعض المشاكل في الباك رايت او الباك ليفت المعلول، اوقات كتير جدا الاخيره مصاب، الناس بتلعب في ظهره كتير جدا، خد بالك لانه النادي الاهلي على طول بيهاجم، فعلي معلول يناسب شخصيه النادي الاهلي انه دايما بيهاجم. لكن اسال اي حد في الدوري المصري بالذات المصريين، سيبك من الافارقه احنا مش اون سبوت بالنسبه لهم قوي، انما المصريين هتلعب مع اي حد هيقول لك النادي الاهلي العب في ظهر علي معلول، كل مدربين الدوري المصري 18 مدرب او 19 مدرب بيقولوا نفس الكلام. طول الوقت النادي الاهلي بيتهاجم من 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 الناحيه دي، فهنا خلل واضح جدا. الناحيه الثانيه هاني بيلعب طول ما مفيش غيره، اول ما اكرم بيرجع بتبتدي الناس تفكر هاني ولا اكرم ولا كريم فؤاد، لا في عمر كمال دلوقتي في عمر كمال كمان دلوقتي، ف منعم وياسر ولا رامي حسب مين اللي جاهز وحسب مين اللي موجود، فهو تحس ان مفيش ثبات قوي في القصه دي، ظروف القدريه بتاثر على النادي الاهلي بشكل كبير جدا، لكن كولر قادر يتعامل معاها بالذات في المباريات الافريقيه. يمكن عدنا 8 مباريات ما دخلش فينا اهداف. ايه رايك في كولر بشكل عام؟ متزن بشكل كبير جدا، لكن في النهايه هقول لك حاجه مهمه جدا، النتائج اللي هتحكم، يعني في النهايه لو السنه دي ما اخدش بطوله افريقيا وما اخدش الدوري هو ماشي، الموضوع خلص، ما ينفعش يبقى بروجكت، النادي الاهلي مش هيسمح بالكلام ده، لكن هو هيرتبط حتى لو هو مدرب كويس هيرتبط الموضوع ده بتحقيقه لاهداف النادي الاهلي، يعني يا فرحتي لو انا عندي مدرب كبير ما حققليش نتائج، مش هينفع يقعد عشان هو مدرب كبير. وده العكس اللي ممكن، ان موسيماني في وقت من الاوقات كان الناس مختلفه عليه لكن بيحقق، فتحقيقه بيشفع له انه يفضل، لكن العكس مش هينفع يحصل. فلو كولر مدرب كبير جدا وما حققش عمره ما هيكمل مع النادي الاهلي، لكن اتمنى ان الشخصيه دي والتجربه دي تكلل بقى بالنجاح، النجاح يعني بطولات، يعني بطوله افريقيا ويعني دوري ويعني اي بطوله بيشارك فيها النادي الاهلي. عظيم.